بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض بعض العينات التي درستها في السابق من عينات في تخصص الميكروبيولوجي. طبعا الحين حاليا في مختبري راح نعرض بعض العينات. طبعا هذه عينة من أحد العينات اللي درستها في السابق. طبعا مكوناتها بكتيريا أخذتها من أحد البرك المتواجدة في الأحساء، البرك متوسطة الحجم. طبعا ممكن تلقى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، ممكن أيضا تلقى بكتيريا حلزونية، وأيضا بكتيريا عنقودية، وأنواع الطفيليات المتواجدة في هذه البرك المائية، وغالبا تجدها مع كثير من الطفيليات المتواجدة يعني حول التي يعني تعيش في المنطقة. وأنا أنصح يعني اللي يحب يدرس البكتيريا ياخذ عينات من البرك المائية، ممكن تلقى بكتيريا خطيرة جدا جديدة. وأيضا راح تلقى جميع الأنواع الميكروبية الأساسية يعني كي تشكل حياة معينة أو حياة مستنقع. وأنا أنصحكم يعني موضوع بحثي من أجمل المواضيع البحثية. وإلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في عينة جديدة ونصائح بحثية اللي يحب يشتغل في الميكروبيولوجي.